بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يؤخذ من هذه الآيات أو من الآية الثانية، أي قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخرها، أنه يجوز للحر أن يتزوج الأمة بشروط. الشرط الأول عدم قدرته على مهر الحرة، لقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. الشرط الثاني أن تكون الأمة التي يريد التزوج منها مؤمنة، يخرج بذلك الأمة الكافرة، فلا يجوز للحر أن يتزوج منها لأنها باقية في المنع، بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ويؤخذ والشرط الثالث أن تكون الأمة التي يريد التزوج بها عفيفة عن الزنا، قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات يعني عفيفات، غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي غير زانيات زنا ظاهرا أو خفيا. رابعا، الشرط الرابع أن يخاف المتزوج للأمة على نفسه من الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج بها، لقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. وكما سبق أن العنة هي التعب، وذلك بأن تشق عليه الشهوة إن لم يتزوج، ويخاف أن تغلبه فيقع في الزنا، فالله جل وعلا أباح له في هذه الحالة أن يتزوج الأمة دفعا لأعظم الضررين بارتكاب أدناهما، كما هي القاعدة الشرعية. الشرط الخامس أن يتزوجها بإذن وليها، وهو سيدها، فهو الذي يملك تزويجها. دل هذا على أن المرأة لا تزوج نفسها سواء كانت أمة أو حرة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية. فيشترط للتزويج أن يتولاه ولي المرأة، وهو أبوها أو ابنها أو أقرب عصبتها، هذا في الحرة. وأما الأمة فإن وليها هو سيدها، ولهذا قال جل وعلا: فانكحوهن بإذن أهلهن، أي لا بإذنهن هن. ويؤخذ من هذه الآيات أن حد الأمة إذا زنت على النصف من حد الحرة، والله جل وعلا جعل حد الحرة على نوعين: النوع الأول الجلد، 100 جلدة، وذلك في البكر، والرجم حتى الموت، وذلك في الثيب. أما الأمة فعليها النصف، والذي يتنصف إنما هو الجلد، وأما الرجم فإنه لا يتنصف. فلذلك يكون حد الأمة إذا زنت 50 جلدة،
وهي نصف المئة في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إذن فحد الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة 50 جلدة. ويؤخذ من هذه الآيات حمل الناس في الإيمان والكفر والعدالة والفسق على الظاهر، فنحن إنما نشهد على الظاهر، على المؤمن وعلى الكافر وعلى الفاسق، وأما أمور البواطن فهذه لا يعلمها إلا الله، وهو الذي يعلم ما في القلوب. فمن أظهر الإيمان حكمنا له به، من أظهر الكفر حكمنا عليه به، ومن أظهر الفسق حكمنا عليه به، ومن لم يظهر عليه شيء من ذلك فإن الأصل فيه الخير والعدالة، قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم. لأنه لما شرط المؤمنات بين أن المراد بهذا الشرط فيما يظهر، ولا يكلفنا الله ما لا نعلم. ويؤخذ من هذه الآية منع التمييز العنصري بين بني آدم، وأنه لا فضل إلا بالتقوى والدين، وأما من حيث النسب والأصل فإنهم بنو آدم، لا فضل لعربيهم على عجميهم، ولا فضل لأبيضهم على أسودهم، إنما التفاضل يكون بالتقوى. ولهذا قال جل وعلا: بعضكم من بعض. فلا تمييز في العنصرية والنسب والمنصب والجنس، وإنما التمييز بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآية وجوب إعطاء الزوجة من الإماء مهرها، قوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. فكما أن الحرة تعطى مهرها، فكذلك الأمة تعطى مهرها. ويؤخذ من قوله بالمعروف أن المهر يرجع إلى العرف الذي تعارف عليه الناس، والنساء يختلفن في زيادة المهر ونقصه، فيرجع في هذا إلى العرف. ودل هذا على أن المهر ليس له حد محدود، إلا أنه لا بد منه، ولكن ليس له حد محدود، وإنما يرجع فيه إلى العرف، وإن كان الشارع رغب في تقليله وتخفيفه دون أن يحدده بحد معين. والله جل وعلا أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.